سويسلاندا. مملكة إسواتيني وتعرف سابقا باسم مملكة سويسلاند خضعت لحماية بريطانيا ثم لنفوذ اتحاد جنوب أفريقيا وهي مستقلة الآن. تقسم سويسلاند إلى 4 مقاطعات، هي مقاطعة هوهو، مقاطعة لوبومو، مقاطعة مينزيني، مقاطعة شيزلويني، مقاطعة شيزلويني. وتعد مدينة مابابان عاصمة دولة سويسلاند، كما أنها المركز الرئيسي لها، ويقدر عدد سكانها ب70,000 نسمة حسب إحصائية 2003. تقع على نهر مابابان، وشهدت المدينة نموا كبيرا بعد نقل العاصمة الإدارية من مانزيني في عام 1902، وتعد محور تجاري للمناطق المجاورة في حين يتم استخراج القصدير والحديد بالقرب منها. وبالرغم من أن اللغة الأولى في البلاد هي السيسواتي، إلا أن اللغة الإنجليزية منتشرة بصورة كبيرة، ويعتمد نمو مابابان وسويسلاند نفسها على السياحة وصادرتها من السكر. الموقع الجغرافي: سويسلاند دولة تقع في القارة الأفريقية، تحدها دولة جنوب أفريقيا من 3 جهات، الشمال والجنوب والغرب، وتحدها من الجهة الشرقية جمهورية موزمبيق. مساحة الدولة: تبلغ مساحة مملكة سويسلاند حوالي 17,364 كيلومترا مربعا، وهي في المرتبة 156 من بين دول العالم من حيث المساحة. اللغة في إسواتيني: اللغة الرسمية الإنجليزية، ولغة سيسواتي المحلية أي اللغة السوازية لغة تستعمل في سويسلاند وجنوب أفريقيا، ويتحدثها 2.5 مليون شخص، وهي إحدى اللغات الرسمية في جنوب أفريقيا. عملة إسواتيني: تعرف باسم ليلانيجي سويسلاندي، ويبلغ سعرها مقابل الدولار الأمريكي اليوم 0.071 دولارا أمريكيا. الاقتصاد في دولة سويسلاند: تتميز هذه الدولة بغناها من ناحية الثروات الزراعية والمعدنية، مما أدى إلى تطوير اقتصاد متنوع في هذه الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بالسياحة بشكل متزايد، فمعظم السائحين الوافدين إليها من جنوب أفريقيا، حيث تجتذبهم العديد من معالم البلاد السياحية مثل الملاهي. وتجدر الإشارة إلى امتلاك الأوروبيين ما يقارب نصف أراضي الدولة، حيث يزرعون العديد من المحاصيل، من أهمها القطن والعنب والأرز وقصب السكر، بالإضافة إلى التبغ.